محطة أخرى هنقف عندها في مسيرتنا الإيمانية نحو الله. الحاجات اللي بيشتكي منها كتير من الناس مفهوم أو فكرة صمت الله أو ما يعتقدونه أنه صمت الله. في فترات كتيرة جدا ناس بتتساءل لماذا يبدو الله صامتا في كتير من الأحداث، سواء الكبيرة أو الصغيرة، الشخصية أو الجماعية. ولكن عشان نفهم يعني إيه صمت الله وهل هو صامت ولا مش صامت، لازم الأول نتكلم على المستقبلات الروحية بتاعتنا، هل هي منفتحة ولا منغلقة؟ قراءتنا للأشياء والأحداث اللي حوالينا، هل بعينين كتابية حقيقية مسيحية حقيقية تعبر عن عيشات الكنيسة من أول يوم لحد النهاردة، ولا تعبر عن قناعاتنا الذاتية اللي ممكن تكون نتيجة ميراث ثقافي أو فكري أو تنشئة أو تربية خاصة؟ قبل ما أقيم هل الله صامت ولا لأ، لازم أحط مركز التوقع. أنا كنت متوقع إيه؟ لأني لو متوقع حاجة غلط أو في مكان خطأ سيبدو الله صامت بالنسبة لي. يعني أنا لو اديت ميعاد لواحد في مصر الجديدة والمفروض الشخص دوت آخر حاجة ممكن يروحها المعادي، ولو فضلت قاعد في مصر الجديدة هقول الشخص دوت مش بيجي ليه، لكن في الحقيقة الموضوع كله مرتبط بالتوقع. فلازم أحط النقطة بتاعت التوقع في المكان المظبوط عشان خاطر أفهم هل الله يتكلم أم صامت، هل يستجيب أم يبدو أنه غير مبالي. الحاجات المؤثرة جدا إن أحد السجناء في فترة من فترات سجنه وجدوا نقش على جدران السجن بتاعته بيقول فيها: أؤمن بالشمس ولو كانت غير مشرقة، أؤمن بالمحبة وإن كنت لا أشعر بها، أؤمن بالله ولو كان صامتا. هو بالنسبة له مش شايف الشمس، ولكن مؤمن إن الشمس موجودة بره، لأن خبرة اجتازها قبل كده بتقوله أن الشمس حقيقة. مؤمن بالمحبة مع أنه مش بيشعر بيها، لا يشعر إلا بالإيذاء والمجتمع الذي يبدو أنه فقد كل ما هو أخلاقي داخل السجن، ولكن لأنه اختبر المحبة قبل كده هو مؤمن بها رغم غيابها الأوقات. على نفس القياس الأؤمن بالله ولو كان صامتا، أو إحنا ممكن نقولها بطريقة أخرى، نؤمن بالله ولو بدا صامتا. ما يبدو أنه صمت الله إشكاليته الأساسية هي مراكز التوقع عندنا، هل حاطين مركز التوقع في المكان المنضبط ولا لا؟ عشان كده قبل ما نسأل السؤال هل تتكلم يا الله أم أنت صامت، لازم نرجع نفتح الكتاب المقدس ونشوف كيف يتكلم الله ومتى يتكلم الله وبأي آلية يتكلم الله ولمن يتكلم الله ولماذا يصمت الله. لما أفهم كل ده من منظور كتابي واضح ومتزن، ساعتها مركز التوقع هيكون في المكان المنضبط، ساعتها هفهم الصمت وهفهم الكلام، هفهم تأخر الاستجابة وهفهم لحظية الاستجابة. مخطط الله هيكون أقرب ليا بشكل أو بآخر.